الله الرحمن الرحيم. تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الخميس الموافق 23/9/2021 الدفعة 12 من لحوم صفوق الأضاحي وقدرها 4 طن، وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته المديرية 42 طن. اليوم الخميس الموافق 23/9/2021 تتسلم مديرية أوقاف المنيا صفوف لحوم الأضاحي الدفعة 12 3 أطنان، حتى وصل مجموع ما وصل إلى اللحوم التي استلمتها مديرية أوقاف المنيا 47 طن حتى الآن. اليوم الخميس الموافق 23/9/2021 تم وصول سيارة لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الشرقية بكمية تقدر بأربعة طن. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.